نحن سكان حي مسكين اليوم رانا في وقفة احتجاجية بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية اللي رانا يعيشها الحي. الحي فيه كاين الناس اللي استفادوا من الوصولات 78 حالة 78 ساكن، وكاين تقريبا 150 ساكن اللي مازالت هي عبارة عن طعون ما استفادتش من السكن من الوصولات او ما استفادتش من الإحصاء. حنا نطالب باش تكون لجنة ولائية او لجنة من الدائرة اللي تجي تشوف تتقصى الاحداث اللي هنا الوضع في الحي. خويا حنا رانا عايشين في ميزيرية، اقسم بالله ميزيرية حمراء. واش راه نقول لك، تريسيتي رانا في درك بالك تقريبا 12 يوم تريسيتي ما كانش في الظلمة. انا في الظلمة كاين طفلة مطلعة السبيطار بالك اسمان هذاك درك في السبيطار. الزيغو رانا فيك الحمد لله، كنت جيت وصورتو انتم من قبل شفتوا الزيغو زي ما شاف دايره رحنا ليه قدام خطره بالك 60 مره شاف دايره جديده دار رحنا له 5 خطرات. المره الاخرى قلنا انا نوعدكم بلي رانا ندير زياره ميدانيه واني نهضرها له ليهم بيرسون وما وفاش بالوعد تاعو.